لاباس عليكم، صحيحه لاباس، كلشي مزيان. شكرا البنات على تتبعكم، شكرا بزاف، كتشارك كتدعموني و ديما في جنبي، وشكرا على تواصلكم معايا. كنشكركم بزاف البنات الصراحه، نتوما وفيات ليا، وكنتمنى نبقاو ديما هكا ان شاء الله. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي هي زوينه وصحيه، ولا اللي كتعاني من الشيب المبكر. يعني مثلا البنت او المراه عندها ما فاتتش عاد 30 عام، ولا ما زال راها في 34 35، ولا راها في العشرينات والشيب كيخرج فيها، كيخرج لها الشيب. ولا اللي كتعاني من فقر الدم، ولا اللي كتعاني من نقص الكالسيوم كيتهرسوا لها الضفار، ولا اللي كتعاني من شحوب البشره، ولا اللي كتعاني من تساقط الشعر. يعني هاد الوصفه اللي جبت لكم البنات هي ديال كل شيء. ما راد هضر عليها الدكتور سقلي، وهضر عليها الدكتور الفايد في المحاضرات ديالهم. يعني ما كاينش زعما شي اضرار اللي كتسببها هاد الوصفه هادي. البنات الوصفه اللي هي بلا ما نطور عليكم، اللي هي خميرات البيره اللي ديال افيك سيلينيوم، ديال السيلينيوم ماشي العاديه. كاين خميرات البيره اللي عاديه، وكاينه اللي ديال السيلينيوم والزنك. ها هي مكتوبه فيها، ها هي البنات، هيا كتبان بوضوح. هيا فيها 400 حبة، وكتتباع في الباراميديكو ولا الفارماسيا، ما تشريوهاش من بلاصة أخرى. الثمن ديالها 16500، ولكن هذه لابوات الكبيرة. كاين بواطة صغيرة كدير شي 70 درهم. مهم البنات كما شريوها من الباراميديكال ولا من الفارماسيا، ما تشريوهاش من شي بلاصه اخرى من غير هاد الجوج بلايص. قلت لكم، كي قلت لكم السيلينيوم والزنك هما اللي كيساعدوا هما اللي كيساعدوا الجسم باش ما يفرزش ديك الخلايا اللي كدير الشيب. الزنك السيلينيوم كاين في الصخور والتراب، وكاين في القرعيات يعني القرعه، اكثر في القرعه الحمراء ولا الزريعه، اكثر في الزريعه، لا الزريعه الكحله ولا البيضه اللي كناكلو بذور عباد الشمس. السيلينيوم كيتواجد غير في هاد الحوايج، وهاد السيلينيوم هو اللي هو ديك الماده اللي فيه كتساعد اكثر المراه على انها تبقى ديما صغيره. كنقولوا حنايا ما كتكبرش، كتبقى هي ديما صغيره، ولا من ناحيه شعرها، ولا من ناحيه الضفار ديالها، ولا من ناحيه لابو ديالها، البشره ديالها. وحيت اصلا فيها الفيتامين او، فيتامين بي 9 والانرجي، وبزاف د الحوايج البنات. والفيتامين او راه كتعرفوه صحي بزاف للجسم المراه خصوصا. فيها 400 كومبريمي، وكتدار 40 جوغ، ولكن نتوما البنات نقول لكم الطريقه. هي مكمل غذائي، كتاكلوا تبغيو ديروها 3 المرات في النهار، من الاحسن 3 المرات في النهار. كتشربوها مع كاس كبير ديال الماء، حيت هي كتعطي المفعول ديالها مع كاس كبير ديال الماء. انا كان مثلا الا بغيت نشربها ولا نشرب 4 د الحبات او 3 د الحبات، ناكل ونشرب 3 د الحبات ولا 4 د الحبات في النهار. انا اصلا كنت مده هذه ملي شربتها، ولكن الصراحه البنات احتجت الفوائد ديالها وجربتها. عاد قلت لكم البنات راها مزيانه، ماشي غير جيت وقلت لكم راه شربوها، لا من ناحيه قلت لكم الضفار، لا الشعر، لا كل شيء. كنتمنى البنات تجربوها، وكنتمنى تفيدكم كما فاتني. المهم خصوصا اللي كتعاني من الشيب، راه الزنك والسيلينيوم هما اللي كيحاربوا.